باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إبراكسيس أعمال الرسل الإصحاح الثاني. الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل يدور حوالين حدث هام في حياة الكنيسة وفي نشأة الكنيسة بل وفي حياتنا إحنا كلنا الروحية، وهو يوم الخمسين، يوم حلول الروح القدس. يقول في بداية الإصحاح الثاني: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريع عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. حلول الروح القدس على التلاميذ والرسل والناس المجتمعين أيضا مؤمنين معهم، وده كان تحقيق كمان لوعد قالوا ربنا يسوع المسيح في إنجيل معلمنا ماري مرقس الرسول الإصحاح رقم 16 لما قال: ويتكلمون بألسنة جديدة. حل الروح القدس وصار الله بعد ما كان متجسد أمامهم، صار الله ساكن فيهم، وبعد كده إحنا كمان الله ساكن فينا بحلول روح ربنا. كلنا هياكل لله وروح ربنا ساكن فينا، وكان ده بداية تأسيس كنيسة العهد الجديد، لأن كل واحد من المجتمعين وحل عليه الروح القدس صار يتكلم بلغة للناس المجتمعين من كل البلاد ومن كل الأماكن ومن كل الأمم، وكل واحد فيهم بقى بيسمع حد بيتكلم بلغته. الأهم إنه ابتدى يتعرف على شخص ربنا يسوع المسيح من خلال كل واحد كان بيكلمهم عنه بلغة هو يفهمها. ولكن الناس لما سمعوا هذه اللغات المختلفة وعارفين إن التلاميذ وإن الرسل ناس بسطاء وكلهم من اليهودية، ابتدوا يظنوا أنهم ناس سكارة، فابتدوا يقولوا لهم: لا، الناس اللي واقفة قدامكم مش سكرانين. فيقف معلمنا ماري بطرس الرسول مع الأحد عشر ويرفع صوته ويقول: إنهم ليسوا سكارة كما تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. ربنا من خلال فم معلمنا ماري بطرس الرسول يأكد تحقيق الوعد اللي كان قاله على فم يوئيل النبي في العهد القديم بحلول الروح القدس، وأنه يسكب روحه على المؤمنين، وده جعله يقول لهم: خلي بالكوا كل واحد فيكم يدعو باسم ربنا ويترك عمل ربنا في حياته يخلص. فيقول: ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ويقف معلمنا ماري بطرس الرسول ويقول وعظة قوية جداً جداً وسط كل الجموع اللي واقفة، ويتكلم وسطيهم ويبتدي يعلمهم ويدعوهم دعوة مهمة قوي يقول لهم فيها: قال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. يكلمهم على الإيمان لدرجة أن أكثر من 3000 واحد من السامعين من الرجال أمنوا في هذا اليوم بربنا يسوع المسيح، تابوا واعتمدوا وخدوا غفران للخطايا بتاعتهم وقبلوا عطية الروح القدس. إحنا كمان يا أحبائي كل واحد فينا خد روح ربنا، كل واحد فينا يوم المعمودية والميرون صار هيكل الله وروح ربنا بقى فيه وبقى ساكن فيه، خدنا غفران الخطية الأصلية، لكن نحتاج باستمرار إن إحنا نبقى في حياتنا بنجدد عمل الروح القدس فينا من خلال التوبة. وصارت الكنيسة في حياة شركة جميلة، يقول كده: كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، كلهم بنفس واحدة، وتنتشر الكنيسة وتبتدي الكنيسة
من العهد الجديد تتأسس، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ربنا يعطينا أن يكون لنا هذا الخلاص من خلال كنيسته. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.